مساء الخير، كيفكم؟ الله راح اعمل لكم شيء جد كثير 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 طيب. اوكي، هو راح اعمله تشيز كيك، مش على البارد، على السخن. هي بتدخل على الفرن. انا بالنسبه لي بشوفها اطيب بكثير بكثير من التشيز كيك البارد. اوكي، هي ما بعطيها انا لحدا، بس هي خاصه بس لمتابعيني. ان شاء الله راح تعجبكم كثير كثير، لانه جد كثير طيبه. جربوها واعطوني رايكم. طيب خلينا اعطيكم شغله كثير مهمه بالتشيز كيك، بالبسكويت تبع التشيز كيك. في ناس كثير بتذوب الزبده مع البسكويت، هذا غلط. ليش؟ لاني لما بكون الزبده السائله حتشرب البسكويت. اوكي، في ناس كتير لما بتقص التشيز كيك بتكون قاسية من تحت، هذا هو السبب، لأني عبتمص الزبدة كل البسكويت. أوكي، الزبدة لازم تكون طرية مثل الكريم، طرية مثل الكريمة. أوكي، حتى تاخذوا نتيجة أفضل بكتير. خلينا نشوف الطريقة مع بعض. أوكي، خلينا نبلش مع شزعته بالزبدة. هي عبارة عن 140 جرام سكر، 650 جرام كريم تشيز، 80 جرام بيض، 210 وايت كريم، بسكويت 265، و100 جرام الزبدة الطرية اللي حكينا عنها. اوكي، خلينا نشوف مع بعضنا كيف راح تكون الطريقة. حطيت الزبدة. اوكي، بعدين راح اخلطها هيك. مع بعضنا كيف الطريقة. هيك صارت جاهزة، راح اعملها على القالب. اوكي، خلينا نشوف. اوكي، عندي الطارة هون مقاسها 22. اوكي، حطيت انا السنيتة تحت. اوكي، وراح اضيف البسكوت اللي عملناه. طبعا انتم بتختاروا كثير كبستوها حتكون قاسية على التقطيع. اوكي، ما تخافوا لما بتجمد اكيد راح تصير تتماسك مع بعضها وتصير طرية، ما تصير قاسية. اوكي، طبعا انتم بتختاروا مثل ما اتفقكم كميه البسكويت اللي بدكم اياه، بس انا بحب يكون كميه البسكويت شوي عاليه بالتشيز كيك حتى ما تكون. اوكي، راح احط البيض والسكر مع بعض. اوكي، راح اخفقهم. بعدين هون عندي الجبنه راح طريه، تصير حتى تصير طريه. اوكي، هون بلش اخبطها، حط الشبك. اوكي، هون عنا الزبدة. طيب هلا راح اضيف البيض والسكر. عندك اوكي على الجبنة. اوكي، بعد ما خفقتها هي لمدة 5 دقائق. اوكي، راح اضيف الوايت كريم. اوكي، ولا اسهل من هيك، كثير طيبه. هلا بنشوف كيف رح تكون بالاخر، كيف رح تصير. اوكي، هيك صارت جاهزه، شوفوا، ولا احلى من هيك. اوكي، كثير مرتبه، شايفين كيف صارت قبل ما فوتها على الفرن. اوكي، شايفين صارت هيك جاهزه. اوكي، راح افوتها على الفرن لمده على حراره 120 لمده ساعه كامله، 120 لمده 60 دقيقه. اوكي، هيك لاني بحب تكون التشيز كيك البسكويت تكون فيها كثير ظاهر.
اوكي خلينا نشوف كيف راح اقطع بعدين راح سينا. اوكي هلا انا بعد ما صارت بردت مثل ما قلت لكم انا عندي اياها من قبل اكيد عندي كميه منهم لاني كل يوم ببيع منهم. انا مثل ما قلت لكم على طول بعمل حرف للتشيز كيك. يلا هيك بعد ما قصيتها خليني افرجيكم اياها كيف حتكون. شايفين كيف حتكون كتير مرتبة تشيز تبعها كتير. شايفين كيف خليني افرجيكم كيف رح زينها. طبعا انتم بتختاروا اللي بدكم اياه. انا رح اعمله الباشن فروت مع الباينابل. اوكي تطلع كتير طيبة سهل كتير بس كتير طعمته طيبة حتعجبكم. هلا بنجي على الموضوع اللي هو اهم من هيك. رح ادوقها شوف كيف طعمته اذا طيبة ما طيبة حتى انصحكم يعني اذا تكون طيبة ولا لا. شايفين كيف الضربة تكون. شايفين كتير طيبة. تفضلوا. جد كتير طيبة. اوكي بنصحكم فيها كتير. كتير سهلة كتير بسيطة. خليني اشوف تطبيقاتكم رح تعملوها. اوكي شوفكم على خير. خلوني انا اكمل.